مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم سيف سميرات، مدرب معتمد من شركة ادوبي ببرنامج الفوتوشوب. اليوم راح نحكي عن كيف نعمل احنا ووتر مارك نحطها على شغلنا عشان نحفظ الشغل تبعنا، لانه السؤال هذا اجاني كثير على الايميل. اول اشي انا عندي هاي الصورة اللي انا راح احط عليها العلامة المائية الووتر مارك، راح اروح اكبس على فايل نيو، راح اروح انا اعمل نيو بروجكت اساس احط فيه التكست المسؤول عن العلامة المائية، راح انا اخلي 500 و100. اوكي 500 و100، اكبس اوكي. اجاني بروجكت جديد، انا هون راح اكتب مثلا سيف سميرات مثلا، اوكي وات ايفر، طبعا كونوا مهتمين بنوع الخط. واهم من هيك انه ما يكون عندي انا لاير للباكنج جراوند، اوكي، على اساس يطلع شفاف وما ياثر انا علي. زي هيك انا عملت له ديليت. بعدين راح اروح انا على لاير افكتس، اعمل ستروك، طبعا بالستروك اللون اللي بدكم اياه انا راح اخلي لونه اسود، السايز تبعه 2، وانتم بتقدروا تخلوه اوتسايد او سنتر ما بتفرق حسب اللي بدكم اياه، وراح اخلي الفيل تبعه 0 تمام، او ممكن اخلي الفيل 10 او 20 اذا بدكو افكت معين. بعدين انا بروح من اديت بعمل ديفاين باترن على اساس انه اخلي هاي الصوره باترن واسميها ووتر مارك. اوكي بعد هيك راح اروح على هاي الصوره، افتح على الباك جراوند لاير، اشيل اللوك عنه، كليك بالسي سي، دبل كليك بالسي اس اكس عشان اشيل اللوك. من لاير افكتس راح اروح على باترن اوفرلاي، وراح اختار انا عندي الووتر مارك الاخيره اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين هيك، طبعا ممكن اقللها اكثرها اخفف الاوباس بتاعتها ما بتفرق. طبعا اذا انتم بدكم تعملوا لها روتيشن لازم من اول تكونوا عاملين لها روتيشن. بكبس اوكي تمام، ممكن اقلل الاوباستي زي ما حكيت لكم. بتمنى تكونوا استفدتوا. إذا بدكم توصل الفيديوهات عندكم على الهوم على اليوتيوب ما تنسوا تعملوا له سبسكرايب وشير. باي باي.